قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن حالة الاضطراب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تمثل تهديداً لكل دول الإقليم، لافتاً إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار يمثل أولوية لهذه الدول. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني في ختام مباحثات قمة ثلاثية تعد السابعة من نوعها. أوصى المشاركون في فعاليات المنتدى العلمي للفنون والأعلام واتجاهات المستقبل الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب الكويتية بضرورة إلاء صناعة السينما المزيد من الاهتمام لكونها أبرز أركان المنظومة الفنية التي تسهم في تثقيف المجتمعات. وأكد المشاركون في المنتدى الذي انطلق في 6 أكتوبر الجاري برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ويختتم أعماله اليوم، أن العامل المادي ليس هو السبب الوحيد في إنجاح صناعة السينما، إنما هناك عوامل أخرى أهمها الطموح والرؤية والوعي بأهمية الفن. قال محافظ أربيل الدكتور فرصت صوفي إن المساعدات الإنسانية التي قدمتها الكويت طوال الأعوام الماضية شكلت عاملاً حاسماً في رفع معاناة آلاف الأسر النازحة واللاجئة والمتعفعفة والفقيرة من مواطني إقليم كردستان العراق. وأوضح صوفي لوكالة الأنباء الكويتية كونا على هامش استقباله القنصل العام لدولة الكويت في أربيل أن المساعدات الكويتية التي شملت جميع المجالات خففت إلى حد ما من الثقل على حكومة الإقليم.